السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الدرس الثالث، وهو طبعا الفيديو الثالث لينا، وهو هيتكلم النهاردة عن خصائص المعرفة العلمية. وياريت تفتح الكتاب معايا او تخليك معايا على السبورة. خصائص المعرفة العلمية هو الدرس الاخير في الفصل الاول. طبعا انتوا كلكم شفتوا الوزير لما طلع اليومين اللي فاتوا بيتكلم عن ان خلاص، يعني لغايه اللي احنا شرحناه في 15/3. الناس اللي كانت متابعه معانا في الفصل كانت اخده بالها ان احنا اشتغلنا الفصل الاول واشتغلنا الفصل الثاني، اللي هو بيتكلم عن التفكير العلمي. خلصنا لغايه معوقات التفكير العلمي، فاحنا كنا سابقين في الفصل. فان شاء الله باذن الله هنتكلم النهارده عن جزء الفصل الاول، هنخلصه، هنحط فيه اسئله زي ما احنا اتعودنا. بس الاول هنشرح الاول الجزء عشان نقدر ان احنا نحل عليه الاسئله. ان شاء الله انا هتابع مع الموجهه ان احنا تقول لنا احنا هنقف لغايه فين بالظبط. وطبعا هعمل لكم فيديو جديد ان شاء الله، وهنتكلم فيه بالتحديد احنا هنقف لغايه فين في الفصل الثاني. طبعا احنا زي ما قلت احنا اشتغلنا الفصل الثاني كله في المدرسه، لكن برضو زي ما احنا متعودين ان احنا هنعيد كل حاجه هنا ان شاء الله. طيب نبدا بالجزء الشرح اللي احنا بنقول عليه النهارده، هنتكلم عن خصائص المعرفه العلميه. خصائص المعرفه العلميه احنا قلنا ان هي 9. اول حاجه ان هي عقلانيه. يعني ايه كلمه عقلانيه؟ يعني اي عالم بيستخدم قدرات عقله في العلم او في المعرفه العلميه. طب ايه زي قدرات العقل دي؟ زي مثلا الجرأة العقليه، الاقدام على الفعل. يعني ايه؟ يعني هتلاقي دايما العالم عنده جرأة ان هو يثبت وجهة نظره حتى لو كانت مخالفة او مغيرة لكل اللي حواليه، تمام. ايضا ان هو بيعمل عملية نقد، عملية تصحيح مستمر. زي ما اتكلمنا عن النقد في الترم الاول، احنا قلنا ان هو لا يقبل معرفة او لا يقبل معلومة الا لما يعملها عملية تصحيح ونقد ليها. طيب دي اول واحدة. تاني حاجة، المعرفة العلمية تؤكد دائما ان ما نعلمه يعد قليلا بالنسبة لما نعلمه لما لا نعلمه. يعني ان العالم هنا مهما وصل بالعلم في مجاله، لكن هو دايما عنده احساس ان هو عايز يعرف اكتر، وان في جزء تاني في العالم ما يعرفوش. فمعرفة بالنصف العالم تؤكد الجهل بالنصف الاخر. واكبر مثال على كده فيروس كورونا اللي احنا فيه الوقت شاهدينه كلنا، ان العالم كله عاجز عن ان هو يوجد له حل. فبالتالي في مكنونات كتير جدا في العالم محتاجة العلماء ان هم يكشفوها لنا. المعرفة العلمية إنسانية، ده رقم 3. يعني إيه إنسانية؟ يعني إن العلم معمول لخدمة الإنسانية وبتحمل قيم أخلاقية وجمالية. يعني إيه؟ يعني إحنا لو تخيلنا كده العلم بدون جانب الإنسان اللي إحنا بنتكلم عليه ده، هنلاقي إن في وجه قبيح جدا للعلم. يعني العلم مثلا اللي اخترع لنا الكهرباء مثلا، قادر المعمل نفسه ان هو يخترع لنا القنبلة الذرية اللي هي تموت ملايين البشر. نبقى بنقول هنا ان المعرفة العلمية لازم بتهتم بالجانب الانساني، لان اصلا او الاساس في العلم ان هو يخدم الانسانية مش يهدم الانسانية. طيب رقم 4، ان لكل معرفة علمية اطارها النظري الفلسفي اللي بتنطلق منه. يعني ايه؟ قالك يعني كل علم بيختلف عن العلم الاخر، وبالتالي لا يصح حتى ان احنا نقارن في العلم الواحد بين نظريتين مختلفتين. وليكن مثلا زي علم الفيزياء، ما هل ينفع ان انا اقارن نظرية اينشتاين في النسبية بين نظرية نيوتن في الجاذبية على الرغم ان هما الاتنين فيزياء؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان كل واحدة فيهم بتتكلم في فلسفة خاصة بيها او موضوع خاص بيها بطرق مختلفة. يبقى لكل معرفة علمية اطارها الفلسفي النظري. رقم 5، بتشترك جميع فروع المعرفة في اساسيات البحث العلمي. وخلي بالك من كلمة جميع دي، حط تحتها خط كده. كلمة جميع يعني كل فروع العلم بتشترك كلها في اساسيات البحث العلمي. يعني ايه اساسيات البحث العلمي؟ يعني ان هو بيتواصل القوانين دي ازاي، بتوصل النظريه دي ازاي. بمعنى لو احنا مثلا حطينا في اعتبارنا علم الاحياء، علم الفيزياء، علم الكيمياء، دي علوم مختلفه اهي، هل كلها مش بتبدا باحساس بالمشكله، بفترض فروض عشان احل هذه المشكله، بعمل تجربه وفي الاخر بتوصل لقانون علمي؟ اذا ان كل اساسيات البحث العلمي بتشترك في فروع المعرفه.
الكلام دوت احنا اتكلمنا عليه في الفصل التاني، لو بيتكلم عن التفكير العلمي، خطوات التفكير العلمي دي كل انواع العلم بيشترك فيها، يبقى بتعتمد على الدليل والبرهان للاثبات، واعتمادها على الفروض وصولا الى القانون العلمي. رقم 6 احتماليه. كلمه احتماليه دي هتحط لي هنا جنبها اكس، يعني عكسها يقينيه. لما يجي يقول لك ان المعرفه العلميه يقينيه، لا غلط، المعرفه العلميه احتماليه. احتماليه معناها ايه؟ يعني نسبيه. يعني لما عالم بيجي يحط لي دواء معين مثلا المرض، يقول لي والله احتمال ان الدواء دوت هيشفي المرض دوت، لكن ممكن يبقى ليه اثار جانبيه. فيجي عالم بعده يبدا من هنا ويبدا يحط دواء اقل شويه في الاثار الجانبيه. مفيش عالم بيقول ان انا خلاص ان انا نهيت العلم كله وانا حطيت اجابات لكل انواع المشاكل او حطيت ادويه لكل انواع. مفيش عالم هيقدر ان هو يعمل ده، وده مستحيل. لان حتى لو افترضنا الفرضيه ديت ان خلاص ان المعرفه العلميه يقينيه، هنتخيل ان خلاص مفيش علم بعد كده، صح؟ اللي احنا تخيلنا ان العلماء حطوا لنا حلول لكل انواع المشكلات اللي بتقابلنا في الحياه، اذا ان مش هيبقى في علم، ايه لازمه العلم؟ يبقى بنقول ان المعرفه العلميه احتماليه، يعني نسبيه. يعني ايه؟ يعني لا يقدم لنا خبر نهائي او حل قاطع حوالين ظاهره معينه او حوالين مشكله معينه او حوالين داء معين، لا، هو بيقدم والله بيقول لك احتمال ان هو يحل المشكله دي، ممكن ينتج عنها بعض المشاكل التانية فيبدا العلم يحل هذه المشاكل وهكذا. بخليه قوي من حته احتماليه دي، يعني ان هي نسبيه وليست يقينيه. رقم 7 المعرفه العلميه تراكميه. يعني ايه كلمه تراكميه؟ يعني زي ما قلنا في الفصل، اشبه بالبناء او اشبه بالسلم. انا مفيش عالم بيجي يقول والله انا هلغي كل اللي فات وهبدا من جديد، مفيش عالم هيقول كده. المعرفه العلميه التراكميه يعني ان هي دايما بتنمو وتتنامى. ولذلك انت لو تاخد بالك ان كل انواع العلوم هو بيديك تاريخها من الاول خالص، تمام، لغايه لما بتوصل لاحدث النظريات او احدث انواع المعرفه. لكن لازم انت تاخد القديم ليه؟ عشان تبدا منه. يبقى حيث بيسوق على نظريات قديمه ولكن بيستخدمها في حل في وضع نظريات جديده. المعرفة العلمية رقم 8 ذات جانب اجتماعي. يعني ايه ذات جانب اجتماعي؟ يعني ان العلماء ساعات بيشتركوا بعض مع بعض في العلماء بيشتركوا مع بعض في وضع حل مشكلة او وضع حل مشكلة او وضع نظرية معينة. زي ايه؟ لا تتم ولا تمارس الا في اطار مجتمعي يقوم على التعاون بين جميع افراد المجتمع العلمي او اولا والمجتمع الانساني ثانيا. رقم 6 المعرفة العلمية تتقدم من خلال الصراع بين القديم والجديد والصواب والخطأ. طبعا لو فكرة التليفون مثلا، هتلاقي ان التليفون زمان كان قطعتين، واحدة بتتمسك على الودن كده وواحدة بيتكلم فيها، وبعدين بدأت ان هي تبقى قطعة واحدة، وبعدين بدأ الموضوع يبقى لا، احنا مش هيبقى بس ثابت في البيت، احنا ممكن ناخده معانا في كل مكان، اللي هو فكرة المحمول. يبقى ان في صراع بين الفكرة القديمة والفكرة الجديدة عشان ينتج لي حاجة حاجة جديدة. احنا كده شرحناهم بسرعة جدا عشان بس نقدر نحل الاسئلة اللي احنا حطيناها. طيب نبدأ بقى نحل أول سؤال. شوية ثواني نقول ايه ماشي. طيب نبدأ نحل الأسئلة. أول سؤال بيقول العلم هو برج عالي يسكنه عالم بكل دور. يمثل ذلك احدى خصائص المعرفه العلميه، وهي العقلانيه، الانسانيه، الاحتماليه، التراكميه. طالما برج عالي او بناء او سكن او فهي طبعا تراكميه، يعني ان هي بتحتوي بتتراكم فوق بعضها، او ان هي اشبه بالبناء. يعني العالم بياخد من القديم عشان يحط فيه النظريات الجديده بتاعته. طيب مقوله فيلسوف العلم جوستاف لاشار ان تاريخ العلم هو تاريخ اخطاء العلم. تاريخ العلم هو تاريخ اخطاء العلم. طبعا يعني ان العلم التاريخ بتاعه او النظريات القديمه هي بتمثل برضو نظريات او تاريخ الاخطاء بتاعتها بتاعت العلم دوت. يبقى طبعا هي تراكميه، هي ليست اجتماعيه وليس خيال.
ولا هي إنسانية، ولكنها إيه؟ تراكمية. طيب، رقم 3، مقولة أينشتاين: كلما ازددت علما كلما ازداد إحساسي بجهلي. كلما ازددت علم كلما ازداد احساس بجهلي. ده بيؤكد على طبعا ان ما نعلمه يعد قليلا بالنسبة لما لا نعلمه. تمام. طب تعالى نشوف كده الاوبشنز التانية بتقول ايه. بتقول ان هي دائمة النمو والتنامي. لا طبعا. بتشترك في راحة في اساسيات البحث العلمي، وضع مختلف. بتجري في سياق انساني، ما بيتكلمش هنا عن انسانية خالص، ولكن طبعا بتؤكد ان احنا كل ما بنعرف كل ما بيزيد احساسنا بجهلنا. طيب، إدراك الحقائق العلمية في تغير مستمر. إنما كان يعتقد بالأمس أنه يقيني أصبح أمر مشكوك فيه. طبعا مفيش حاجة اسمها يقينية، ولكن إن كنا بنعتقد إن في الأمس كان يقيني، وليكن مثلا زي نظرية يعني اذا كان كنا بنعتقد في حاجه ان هي يقينيه تماما، بقى دلوقتي حاجه مشكوك فيها، يبقى ديت بتعتمد على الاحتماليه طبعا، وهي طبعا عكس اليقينيه اللي احنا كنا ايه قلنا عليها ان احنا نكتبها في الكتاب. طيب، لا يمكن للمرء ان يحصل على المعرفه الا بعد ان يتعلم كيف يفكر. لا يمكن للمرء ان يحصل على المعرفه الا بعد ان يتعلم كيف يفكر. كيف يفكر يعني عقلي، صح؟ يعني ايه؟ ازاي ان انا استخدم مكنونات عقلي. يبقى دي طبعا هي ايه؟ عقلانيه، ليست احتماليه، ليست انسانيه، وطبعا مش تراكميه. يبقى هي ايه؟ عقلانيه. طيب، رقم 6، يتعاون الدكتور مجدي يعقوب والكثير من المتخصصين في مجالات الجراحات وامراض القلب في تقديم الخدمات الطبيه لانقاذ الحالات العاجله والخطيره من خلال مركز اسوان. هنا هل هي اجتماعيه ولا احتماليه ولا انسانيه ولا الدقه؟ هنا بيقول لك بيتعاون مع كتير، طبعا هو مجدي يعقوب بيتعاون في مجالات جراحة وأمراض القلب في تقديم الخدمات الطبية. ليه؟ عشان ينقذ الحالات الحرجة والخطيرة في المركز بتاعه. طبعا ديت مرتبطة أكتر بالإنسانية. ليه؟ لأن هنا إن العلم معمول لخدمة الإنسانية. تمام. فطبعا الجملة اللي فوق ديت أو السؤال ده بيتكلم عن ان هما جميعا بيتعاونوا عشان خدمة الانسانية وانقاذ الحالات العاجلة والخطيرة. النتائج العلمية هي التفسير الافضل للحقائق التي يشاهدها العالم من حوله. لذلك فهي تفسير لوجهة نظر العالم الذي وضعها. تفسير، خلي بالك معايا في الجملة دي، تفسير لوجهة نظر العالم الذي وضعها. تشير هنا الى احدى خصائص المعرفة العلمية. هنا هل هي دائمة النمو؟ لا طبعا. هو هنا بيقول لي ان كل عالم ليه وجهة نظر معينة في الموضوع اللي بيضعه او في النظرية اللي بيحطها. تمام. يبقى اذا هي ديت لكل منها اطار فلسفي بتنطلق منه، اللي هي ليها علاقة بان كل عالم ليه وجهة نظر معينة في النظرية وفي القانون اللي بيحطها. طيب، رقم 8، يعتمد البحث العلمي على خطوات محددة للوصول للقوانين والنظريات. يعتمد البحث العلمي على خطوات محددة للوصول للقوانين والنظريات في العلوم المختلفة. يعني ايه؟ يعني هو بيمشي في خطوات محددة، بيمشي في خطوات محددة، او ان هي بيشترك كلها في اساسيات، في اساسيات واحدة، زي ما قلنا ان هو بيبدأ الاول بفرض فروض، ان هو بيبدأ بفرض فروض، بيعمل اختبارات عشان يتأكد من هذه الفروض، وبعد كده توصل لقانون. كل فروع المعرفة بتشترك في اساسيات الايه؟ البحث العلمي. طيب، رقم 9، بيقول لك لا يبدأ العلم ابدا من نقطة الصفر، وانما يبني كل عالم فوق ما بناه السابقون. طبعا دي تراكمية، طبعا مش محتاجة ايه كلام، هي ايه؟ تراكمية. طيب، نيجي رقم 10، قديما كانت فيزياء نيوتن هي الكلمة الأخيرة في ميدانها، ولكن جاءت فيزياء أينشتاين وأثبتت أن كل ما كان حقيقة مطلقة ليس إلا حقيقة نسبية. نقول هنا إيه؟ إن هنا كل أثبتت أن كل ما كان حقيقة مطلقة بقى هو حقيقة نسبية. إيه اللي إحنا قلنا عليه مرادف للنسبية؟ طبعا هي الإيه؟ الاحتمالية. تمام؟ طيب، رقم 11، العلم يبدأ دراسته من الموقع الذي انتهى به من سبقه.
في مجال بحث. يعني ايه؟ يعني ان مفيش عالم زي ما قلنا ان هو بيبدأ من الصفر، ولكن بيبدأ بياخد من اللي قبله اللي ما سبقوه في مجال بحثه. طبعا دي التراكمية. طيب المعرفة العلمية اشبه بالبناء، برضو اشبه بالبناء، خلاص من غير ما اكمل، يبقى هي برضو ايه؟ تراكمية. اشبه بالبناء، اشبه بالسلم، ان هو لا يبدأ من نقطة الصفر العالم، ولكن بيبدأ بما انتهى عنه سابقه. كل ده معنى تراكمية. العلم لا يحل مشكلة حتى يأتي بعشر مشاكل غيرها. هتلاحظ كده دايما في تاريخ العلم ان هو كل ما بيحل مشكلة هتلاقي بيظهر له مشاكل تانية ان هو يستطيع ان هو يحلها. اذا ان العلم هو دائم النمو والايه؟ التنامي او التطور. طيب طبعا هي ذات جانب انساني واجتماعي، لا طبعا ملهاش علاقة. تشترك في فروع اساسيه للبحث العلمي، برضه الكلمه دي ملهاش علاقه. تؤكد ان ما نعلمه يعد قليلا، لا طبعا. لكن هنا بنقول ان العلم لا يحل مشكله حتى يبدا بمشكله تانية، طبعا دي ايه؟ دائمه النمو والتنامي. طيب المؤتمرات العلميه يتبادل فيها العلماء الخبرات حول بحث موضوع علمي معين، تمام؟ يعني ايه؟ يعني المؤتمرات العلمية دي موجودة عشان كل العلماء يتجمعوا مع بعض عشان يبحثوا موضوع معين. يبقى دي طبعا ايه؟ اجتماعية، لها علاقة بان العلماء بيشتركوا كلهم، العلماء بيشتركوا مع بعض عشان يحطوا لنا نظرية معينة او يحطوا لنا حل لمشكلة معينة. اخر حاجة بقى، اخر سؤال، اعتمد كل من اينشتاين ونيوتن وغيرهم من العلماء على الدليل والبرهان في الوصول الى نظرياتهم. دليل بمثال من عندك على ما تجسده العبارة من خصائص المعرفة العلمية. طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي مش هندخل في الفصل الجديد، ولكن هحط اسئلة مقالية ازاي نقدر نحل اسئلة مقالية. يعني احنا كل الاسئلة اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي هي اسئلة اختيارية، ازاي نحلها وازاي نجيبها من الكتاب وهكذا. فان شاء الله المرة الجاية هنحط اسئلة مقالية ازاي نبدأ نحلها، زي السؤال دوت، ان اعتمد كل من اينشتاين ونيوتن على الدليل والبرهان. طالما على الدليل والبرهان في الوصول لنظريتهم، يعني ان هي بتشترك جميعها في اساسيات البحث العلمي. طب تعالى كده نجيب الكتاب ونشوف. اهي رقم 5، تشترك جميع فروع المعرفة العلمية في اساسيات البحث العلمي، حيث بتعتمد على الدليل والبرهان للاثبات، واعتمادها على الفروض وصولا الى القانون العلمي. يبقى بتعتمد على الدليل والبرهان وبعدين الفروض عشان توصل الى القانون العلمي. تعالى نرجع بقى للسؤال تاني، نقرا تاني. اعتمد كل من اينشتاين ونيوتن وغيرهم من العلماء على الدليل والبرهان في الوصول الى الايه؟ الى النظريات. طيب احنا كده خلصنا الجزء الاخير اللي بيتكلم عن خصائص المعرفة العلمية. ان شاء الله باذن الله زي ما قلنا ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن ازاي نحل اسئلة مقالية. فيديو مهم جدا، اتمنى ان انتوا تشوفوه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.